خلينا نتكلم في حماية المستهلك ونتكلم في المواطن المصري. انخفاض السلع دايما وارتفاعها مرتبط بأسعار الوقود. لما تم الانخفاض الأسبوع اللي فات في أسعار الوقود 25 قرش على كل أنواع الوقود أو أنواع البنزين، وكمان سعر المازوت نزل حوالي 250 جنيه، الناس ما حستش يا دكتور أنه في انخفاض في السلع والمنتجات. حضرتك من خلال خبراتك في حماية المستهلك وحقوق المواطن، المفروض يحصل إيه الفترة اللي جاية؟ هو شوفي، الموضوع الأسعار ما إحنا ما عندناش آلية ثابتة للتعامل معاها للأسف. فدايما كنا بنحاول يعني أنه طبعا نتيجة التحول الاقتصادي ونتيجة أن إحنا في خطوات اتعملت علشان يعني مشاكل الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذت، الناس دايما ما كانتش بتتكلم إلا على موضوع زيادة الأسعار، لأن الحقيقة الزيادة كانت كبيرة عليهم يعني، فما كانتش تتناسب مع دخولهم إطلاقا يعني. فإنه أنا بشوف إنه السلع وخصوصا السلع الرئيسية لما بتزيد بتبقى عاملة زي الأواني المستطرقة، فكل السلع اللي متعلقة بيها وحتى اللي غير متعلقة بيها بتقوم زايدة، تمام، وكل واحد بيفرض السعر اللي على مزاجه لأن ما عندناش معايير زي ما بقول للتعامل معاه. موضوع البنزين الحقيقة كان دايما نقول انه الزياده دي زادت علشان لازم من ايه، عشان البنزين ارتفع او السولار ارتفع عالميا، لا قبل العالميه او بعد العالميه، تمام. كان زمان بنقول عالميا السلع لانه كانت احنا كنا دوله مستورده لمعظم حاجتنا، اكتر من 75% من حاجتنا كنا بنجيبها من الخارج. أيوة. حتى الحاجات المصنعات اللي عندنا كنا بنبقى في المكون الرئيسي بتاعها بيبقى من الخارج، بالتالي هي بترتفع حسب الاسعار العالميه. دلوقتي بعد السياسات اللي اتخذت وبعد التقليل من حجم الاستيراد والتركيز على انه يبقى في الصناعات تبقى محليه او خلق بدائل محليه، في يعني خلت الجزئيه دي ما تبقاش قوي مرتبطه بالسعر العالمي، السعر العالمي. آه. لكن الحقيقه السعر اللي عندنا احنا بقى والتعود اللي بقى عندنا ان احنا اي حد يزود سعر سلعه يقوم التاني على طول كده يقوم مزود سعر سلعته، حتى لو احنا التكلفه ما تبقى ما هي يعني ما اتغيرتش يعني لا تساوي الارتفاع ده خالص. فانا بشوف ان البنزين او السولار ده يعني جزء اساسي، لكن نسبته قد ايه لازم يبقى فيه عندي قياس للنسب. ان انا يبقى لما يبقى في سلع يعني تاثير على سعر سلعه، لانه ده من ضمن المكونات او ضمن العوامل اللي بتدخل في تكلفه السلعه. طب قبل ما اتكلم في الجزئيه دي بعد اذن حضرتك يا دكتور، في دلوقتي شقين لسؤال الناس بتساله، لو احنا مش مرتبطين بالسعر العالمي، اولا ليه بيتم زياده اسعار البنزين او السولار او الوقود من فتره للتانيه، خاصه في الفتره الاخيره على فترات قصيره جدا؟ ده الشق الاولاني. الشق الثاني، لما حصل انخفاض هل كده احنا ارتبطنا تاني بالسعر العالمي، ولا ده انخفاض من الدوله علشان محاوله منها انها ترضي المواطنين؟ والله بصي، هو كان في من فترة هم قالوا ان هو يعني في ربط بين السعر العالمي وبين السعر المحلي. ده صح ولا ده؟ لا هو في، لا هم اعلنوا يعني الدولة اعلنت، تمام، انه في ربط بينهم، وانه هي زي ما بيقول كده هيبقى في زي الاوبك كده يقول لك انه السعر بتاعهم زاد ده هيأثر على السعر المحلي، لان احنا لازلنا دولة مستوردة للبترول مثلا او الوقود. ف يعني اتمنى طبعا احنا اللي بيقول بقى انه
عندنا الغاز والغاز واحنا ما شفناش. لا الغاز بلا شك انه مش كلنا بنستخدم لغايه الان في او اماكن كتيره ما دخلهاش لسه الغاز، لكن في خطه لدخول الغاز في كل يعني المحافظات مثلا او كده. طب هل الافضل يا دكتور، هل الافضل ان احنا نبقى مرتبطين بالسعر العالمي، ولا احنا في اقتصادنا الحالي حالتنا كمواطنين في مصر لو ارتبطنا بسعر الوقود عالميا دي بالنسبه لنا احنا كارثه كبرى؟ احنا طبعا هو بلا شك مع ان انت يعني معلش الاسعار العالميه بتاثر بشكل مش كويس علينا. ايوه ليه؟ لانه هم كمان دخلهم غيرنا بالزبط. وظروفهم مختلفه وثقافتهم مختلفه، مش يعني المفروض نرتبط. فانت فانا بعدين برضو حجم الاحتياج للحاجات العالميه مختلف عن عندنا يعني طبعا. فالمواطن يعني بيتساءل فعلا على الموضوع ده بشكل كبير جدا جدا. احنا كمان الثقافه اللي عند اللي بيقدموا الخدمات او بيقدموا السلع برضو مختلفه، ان يعني كل فرصه تيجي او بقى فيهم منتهز فرص كتيره جدا انه أيوة. ان اي حاجه يعني حتى يسمعوا عليها يعني او بره يحاولوا ان هم يطبقوها جوه، فبالتالي الناس برضو ما هي برضو مظلومه يعني بالظبط. انا بشوف ان في السلع احنا يعني برضو كنا بالنادي انه احنا بقالنا 6 سنين في المرحله الاولانيه في زي ما بيقولوا تثبيت دعائم الدوله، وان الدوله لابد ان هي بتحط البنيه التحتيه اللي هي هتساعدها على الانطلاق، والمواطن تحمل هذه الصعوبات برضا لانه هو عايز بلده يعني برضو تبقى تتقدم. لكن يعني انا بشوف ان المرحله الجايه يعني ان الاوان ان هو المواطن يشعر فعلا بالثمار اللي هو تحققت من التضحيه اللي هو ضحاها في الفترات اللي فاتت. لازم الاسعار يعني تبقى متهاوده، لازم يبقى في ضوابط، تتحط ضوابط للسوق، لازم ان الناس تبقى يتعمل برص سلعيه تعلن عن الاسعار، ما يبقاش كل واحد بيحط سعر زي ما هو عايز، لا في رينج من انت تحطي الاسعار تبقى في الحدود كذا بما يتماشى مع ظروف الناس، علشان ان الناس ما احنا علينا دور تاني ان احنا نوعي الناس ازاي يتعاملوا مع السوق، ازاي ان هم ياخدوا احتياجاتهم بس، ازاي ان هم معلش برضو في عندنا يعني مؤسسات اخرى بتساعد على معانا زي مثلا جهاز اجهزه يعني جهاز مثلا جهاز تشجيع المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ما يبقاش فيه احتكار لسلع، برضو في عندنا جهات بتساعد على زياده المعروض من السلع، بتساعد على انه يبقى فيه نوعيات مختلفه منتشرة بشكل أفضل، لابد أن يبقى فيه إنتاجية زيادة بحيث أن إحنا بنزيد كل سنة بأكثر من 2 مليون نسمة يعني، فلازم إحنا في أشياء أخرى تساعد على أنه الأسعار تنخفض.